السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كل، أرجو أن تكونوا بخير، أرجو أن تكونوا بصحة جيدة. تحية لكل المتابعين، نستبع في كل تحية إليكم أينما كنتم. هذا الفيديو يا إخوة تم تصويره قبل فترة، طبعا خلال فترة تواجدي في الجبل الأخضر بونشاك. طبعا اللي متابع الفيديوهات يعرف أني كنت متواجد في الجبل الأخضر، فصورت هذا الفيديو لكن نزلت الآن. الفيديو هذا يا إخوة تم تصويره في أجمل وأرقى المجمعات السكنية في الجبل الأخضر بونشاك، بالتحديد مجمع كوتا بونا. هذا المجمع معروف جدا يا إخوة في بونشاك، يحتوي على كثير من الفيلا الراقية، يعني فيه أنواع كثيرة من الفيلا وأسعار كثيرة جدا، في فيلا الكبيرة فيلا الصغيرة. وإضافة إلى ذلك يا إخوة المجمع يعني فيه عدة خدمات، منها الحراسة يا إخوة، كذلك في بقالات، في مطعم، في مسبح، في بحيرة بعدين شوفوها. كذلك مجمع راقي ونظيف وهادئ، وفي مناظر طبيعية جميلة جدا، إضافة إلى الأجواء اللي موجودة طبعا في الجبل الأخضر، أجواء باردة، أمطار كل يوم. فحقيقة يعني الأيام اللي عديتها في هذا المجمع من أحسن وأروع الأيام اللي عديتها يا إخوة في أندونيسيا. الجبل الأخضر طبعا غني عن التعريف، الإخوة العرب اللي زاروا أندونيسيا أكيد ربما زاروا الجبل الأخضر بونشاك، وهذا المجمع بالتحديد يعتبر من أرقى المجمعات، كذلك مجمع آمن جدا يا إخوة، يعني أمن وأمان ما شاء الله تبارك الله. فأنا أنصح الإخوة السياح اللي عندهم نية يزوروا أندونيسيا، أنصحهم بتأجير فيلا في هذا المجمع. بعدين راح نكتشفوا فيلا من مجموعة فيلا الديار يا إخوة، من أحسن وأرقى وأنظف الفيلا اللي موجودة في هذا المجمع، مجموعة فيلا الديار. راح نصور لكم فيلا من الفيلل، وتكتشفوا الخدمات أو تكتشفوا الأشياء، التجهيزات وما شابه ذلك اللي موجودة في هذه الفيلا. فيلا نظيفة جدا، بعدين تشوفوها إن شاء الله. فنحن الآن يعني في جولة. هذه البحيرة قلت لكم عليها يا إخوة، البحيرة اللي موجودة داخل المجمع، بحيرة كبيرة عبارة عن فضاء ترفيهي، يعني حلوة بصراحة. الفترة اللي كنت فيها أنا يا إخوة كانت فترة ما فيها سياح، لأن كانت أزمة كورونا والمطار كان يعني السفر كان معقد، فكان فاضي يعني. ولكن عادة على حسب المعلومات اللي عندي المجمع هذا يكون مليء بالإخوة العرب، بالتحديد الإخوة السعوديين طبعا، مع يعني الأكثر السياح اللي يزوروا إندونيسيا وبالتحديد بونشاك هم الإخوة السعوديين. فهذا المجمع يعني معروف ونظيف ما شاء الله تبارك الله. طبعا المجمع يحتوي على أكثر من بوابة يا إخوة للدخول، هذه بوابة من بوابات المجمع طبعا، يعني تدخلوا من هذا البوابة وتخرجوا من هذه البوابة، في بوابة أخرى كذلك بعدين تشوفوها. طبعا هذا الطريق يخرجكم على الطريق في كذلك طريق بعدين تشوفوه، الطريق الرئيسي. فبصراحة بدون تعليق يا إخوة المكان نظيف، وهذا للإخوة اللي يبحثوا على الراحة واللي يبحثوا على الهدوء والبراد والأجواء الباردة، بالإضافة إلى الخدمات اللي موجودة طبعا في بونشاك بدون غنية عن التعريف. طبعا الجبل الأخضر في مطاعم عربية كثيرة جدا قريبة من المجمع، في مغاسل. هذا هو الطريق طبعا بجانب المجمع، في مطاعم إندونيسية، مطاعم عربية، بقالات، يعني متوفر يعني كل الخدمات اللي يحتاجها السائح العربي متوفر. هذه كذلك بوابة أخرى، طبعا أمام البوابة هذه يا إخوة يوجد مطعم عربي، بعدين نشوفه إن شاء الله. هذا هو المطعم العربي، يوجد يعني مباشرة أمام البوابة اللي موجودة في المجمع. تمام يا إخوة، هذه الفيلا، من ندخل من هذا الباب نكتشفوها. طبعا الفيلا هذه رقم F48 دار 22، الرقم كذلك موجود هنا. تمام ندخل، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفيلا يا إخوة إن شاء الله تبارك الله، يوجد مطبخ، هذا مكان الجلوس، صالون راقي جدا كما تشوفوا
يعني شيء فاخر من الآخر يا أخوة. الفيلا واسعة طبعا، فيها كل مستلزمات يا أخوة، طاولة للأكل، هذه كذلك طاولة، ثلاجة ما شاء الله تمام، وهذا المطبخ كذلك، المطبخ فيه كل المستلزمات للطبخ ما شاء الله، يعني موفرين فيها كل شيء يا أخوة. في صحون مكان كذلك، مواني لتحضير الشاي كذلك، هذه كؤوس ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا نبدأ بالغرفة، هذه الفيلا هذه تكون من 3 غرف يا أخوة وأربع حمامات. شوفوا تشوية الغرفة ما شاء الله تبارك الله، يعني غرفة يعني نظام فندق، يعني في حتى مكيف ما شاء الله، هذا مكيف يا أخوة تمام، حمام، كل غرفة فيها حمام طبعا، حمام كذلك نظيف ممتاز. كان شاور تمام، شباك 2 3 كويس، خزانة ما شاء الله تمام. اكتشفوا الغرف الأخرى، حتى هنا في الصالون يا اخوة في طبعا مكيف، نشوفوه المكيف وين، المكيف وين، هذا التلفزيون، هذا المكيف ما شاء الله. في كذلك حمام اخر يا اخوة، هذا الحمام كذلك، حمام في كذلك، غسالة هذه الغرفة الثانية ما شاء الله تبارك الله، كما تشوفوا كذلك فيها مكيف حمام كذلك، نفس الشيء شاور. اوكي شوفوا الغرفة اللي بعدها ان شاء الله، وهذه الغرفة الثالثة يا اخوة، نفس الشيء كذلك، سرير كبير، طاولة، مكيف كذلك، والغرفة فيها مكيف والمكيف ما تحتاجوش طبعا يا اخوة، المنطقة باردة، هذا الحمام طبعا. اوكي الشاور ممتاز، هذه الخزانة، خزانة كبيرة إن شاء الله، كتاب قرآن، سجادة، مناشف ممتاز بصراحة يا أخوة، الفيلا ممتازة جدا، و حتى الأثاث اللي فيها أثاث فاخر، يعني جودة كويسة. عاد نشوفها مرة أخرى من هنا ما شاء الله تبارك الله، كما تشوفوا يا أخو الطاولة والجلسة والمطبخ جميل جدا ممتاز. في تراس على فكرة، شوفوا هذا تراس كبير، طاولة ممتاز ما شاء الله. جربوا الماء يا اخوة ما شاء الله، ما شغال. طيب يا اخوة وصلنا لنهاية الفيديو، جزاكم الله خير على المتابعة. لأكثر يعني تفاصيل حول تأجير الفيلل، الرقم موجود ان شاء الله في اول تعليق، وكذلك في الديسكريبشن صندوق الوصف، ورقم الاخ عرفات المسؤول على الفيلل ممكن تواصلوا معه مباشرة. قابلوا فيديو جديد يا اخوة، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوش طبعا نشر الفيديو والاعجاب والاشتراك في القناة.